شهد سوق العملات فوركس تغيرات قوية للغاية خلال الفترة القليلة الماضية. يبدو للجميع أن هناك أسباب راهنة هي وراء ذلك الصعود العنيف للذهب والدولار، ومن ثم تراجع الدولار مجددا، وكذلك تأثرت أسواق الأسهم الأمريكية وحالة الفزع التي سقطت بمؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية في أسرع موجة تصحيح منذ زمن ليس بقريب. تخبرنا قراءة الأسعار طويلة المدى للعملات أن تغير ما أخذ مكانه الرسوم البيانية للأسعار، وربما أصبحنا على بعد أيام قليلة نجد أثر واضح لهذه التغيرات. سقوط اليورو لأدنى مستوياته منذ عام 2017 والعودة السريعة وسط زخم شرائي قوي للغاية أمر يجب وضعه تحت المجهر، خاصة أن المنطقة السعرية الحالية لها دلالة فنية قوية للغاية. عاد في مناطق الانعكاس الرئيسية متتبعين نظم التحليل الفني قادرين على قراءة هذا التغير قبل أن ترشدنا التحليل الأساسية على وجود تغير هام في قراءات المؤشر الخاصة بها.